الآن أرحب بضيفي جهاد طه المتحدث باسم حركة حماس الذي ينضم لنا عبر الهاتف. أهلا بك سيد جهاد. بنيامين نتنياهو كرر في خطاب له هذا اليوم خطوطه الحمراء للموافقة على صفقة التبادل، وقال أن إسرائيل ليست جاهزة لقبول مطالب حركة حماس في هذه المفاوضات. كيف تعلقون على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم. لا شك أن مواقف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يهدف من خلالها أن يبقى في السلطة، لأنه يدرك تماما اليوم إجرام أي اتفاق مع فصائل المقاومة الفلسطينية سيكون ثمنه حياته السياسية، وبالتالي محاسبته على الفشل والعجز الذي رافقه منذ ما يزيد عن 9 أشهر في معركة طوفان الأقصى. وبالتالي اليوم من يتحمل المسؤولية في سياسة التعطيل التي ينتهجها بنيامين نتنياهو وسياسة المراوغة والمماطلة هي الإدارة الأمريكية بالدرجة الأولى، ولا بد أن تضغط على الجانب الصهيوني إذا كانت تريد حقيقة الوصول إلى إبرام اتفاق أو توافق على المقترح الذي عرض مؤخرا. وبالتالي هذه المواقف هي مواقف سلبية تعطل المسار التفاوضي، لذلك نحن اليوم منفتحون على كل القضايا التي تخدم أبناء شعبنا الفلسطيني، القضايا السياسية والوطنية والإنسانية في هذا الإطار. هل نستطيع القول سيد جهاد أن هذه هذه التصريحات التي أطلقها بنيامين نتنياهو اليوم هي بمثابة إعلان غير مباشر عن فشل جولة المفاوضات الأخيرة؟ ليس هكذا، لأن المساعي ما زالت مستمرة. بالأمس كانت هناك مساعي ومفاوضات في الدوحة، وستنتقل غدا إلى القاهرة. هذه المساعي وهذه الجهود التي يقوم بها الوسطاء القطريون والمصريون ما زالت مستمرة، وحتى طبعا الوصول إلى يعني تذليل كافة العقبات التي تواجه حقيقة الوسطاء. وبالتالي نحن نتعاطى بمرونة وإيجابية في كل القضايا التي تخدم أبناء شعبنا الفلسطيني، ولكن في المقلب الآخر نرى اليوم سياسة التضليل وسياسة التعطيل التي ينتهجها شخصيا رئيس الحكومة الفاشية المتطرفة، والتي تتناقض مع كل النداءات للقادة السياسيين في الكيان الصهيوني وحتى عوائل الأسرى القيادات الأخرى الإسرائيلية. وبالتالي نحن اليوم أمام تعنت إسرائيلي واضح حقيقة في وضع العراقيل للوصول لإنجاح أي مقترح من المقترحات التي اليوم يتم التفاوض عليها. قلت إن المفاوضات ستنتقل غدا إلى القاهرة، ما الذي سيتم نقاشه في هذه الجولة في القاهرة؟ وهل ستقبل حماس إذن بما قاله بنيامين نتنياهو؟ كان واضحا أي صفقة يجب أن تتيح لإسرائيل العودة لاستكمال القتال في قطاع غزة لتحقيق أهداف الحرب. قال إنه يجب إطلاق أكبر عدد ممكن من المحتجزين الأحياء في الجولة الأولى، وقال إن إسرائيل ستبقى مسيطرة على محور فيلادلفيا وكذلك على معبر رفح البري، وعدم السماح لأي من المسلحين الانتقال إلى شمال قطاع غزة. يعني هذه الأربع بنود إلى أي حد يمكن لحماس أن تقبل أي منها؟ نعم. نحن لم نقبل ونرفض هذه المواقف التوترية الاستفزازية، لأننا اليوم ما زلنا حاضرون في الميدان كفصائل مقاومة ونواجه الاحتلال الصهيوني. لذلك اليوم سياسة الاستعلاء على 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 دماء الشعب الفلسطيني لن تفلح، هذه السياسة التي ينتهجها بنيامين نتنياهو. وبالتالي عليه اليوم الرضوخ إلى 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 المرتكزات الأساسية التي قالتها المقاومة منذ اللحظة الأولى وفي العديد من المحطات التفاوضية. ورحبنا بإيجابية في قرار مجلس الأمن الأخير، ورحبنا بمبادئ خطاب بايدن. هذه المرونة وهذه الإيجابية نرى من خلالها أنها تخدم قضايا شعبنا الوطنية،
لكن في المقلب الآخر هناك سياسة التضليل وسياسة وضع العراقيل وإفشال كل المحاولات. لذلك اليوم لابد أن يكون هناك موقف جريء وشجاع وتاريخي للمجتمع الدولي. اليوم هناك مئات النداءات والمواقف في المجتمع الدولي التي تنادي بوقف العدوان ووقف إطلاق النار ومعالجة القضايا الإنسانية ووقف مسلسل المجازر والجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها اليوم في مخيم الشاطئ بقصف مربعات سكنية وعمليات التهجير التي تمارس بحق النازحين في المخيمات. لذلك هذا المشهد الإنساني اليوم أمام المجتمع الدولي يترتب عليه اليوم قرارات جريئة وممارسات من الضغوطات على الكيان الصهيوني. لذلك نحن اليوم نقول أننا ما زلنا حاضرون في الميدان وسندافع عن أبناء شعبنا الفلسطيني أمام هذا المسلسل من المجازر والجرائم الصهيونية. وإذا كانت الإدارة الأمريكية نعم هي تسعى من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار، عليها اليوم أن تمارس صلاحياتها بالضغوط على رئيس الحكومة الفاشية الصهيونية المتطرفة، وأن يكون لها موقف واضح إزاء هذه التصريحات الاستفزازية التي تعطل حقيقة المسار التفاوضي. طيب. والتي تعتبر هي مواقف استفزازية ومواقف يراد منها فقط الموضوع الشخصي أو أن يستمر رئيس الحكومة الصهيونية في مهامه السياسية كرئيس حكومة. طيب. لأنه اليوم الفشل الذي ينتظره وحالة العجز التي رافقته على مدار 9 أشهر يريد أن يخرج من كل هذه العناوين كأنه المنتصر في هذه المعركة. طيب. إذن هي مواقف استفزازية تعطل المفاوضات أستاذ جهاد. بالنسبة للموقف الأمريكي، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال إن المؤشرات أكثر إيجابية اليوم من الأسابيع الماضية، وأن التفاصيل الصغيرة المتبقية قابلة للحل. كيف يمكن تفسير هذا التصريح بمقابل تصريحات بنيامين نتنياهو التي يعني يمكن قراءتها بأنها بمثابة إفشال وإعلان فشل هذه المفاوضات؟ بالتأكيد هناك مصلحة اليوم، مصلحة للإدارة الأمريكية أن تصل إلى اتفاق وإنجاح هذه الجهود وهذه المساعي كلما اقتربت موعد الانتخابات الأمريكية. هناك بازار انتخابي أمريكي في الداخل الأمريكي تريد من خلاله الإدارة الأمريكية إرسال رسالة إلى الداخل الأمريكي أنها اليوم تسعى جاهدة من أجل وقف العدوان ووقف إطلاق النار، من أجل رفع نسبة الاستطلاع للحزب الديمقراطي وللرئيس بايدن التي تدنت شعبيته مؤخرا نتيجة مواقفه حقيقة المنحازة إلى الكيان الصهيوني. لذلك نحن اليوم عندما نقول أننا نريد مقترح يخدم قضايا شعبنا الفلسطيني، القضايا الوطنية والإنسانية، ولذلك وضع العراقيل اليوم إن كان تجاه معبر رفح أو ممر فيلادلفيا هو أمر مرفوض. السيادة يجب أن تكون سيادة فلسطينية على معبر رفح، سيادة فلسطينية من الجانب الفلسطيني ومن الجانب المصري، ولذلك حتى الأشقاء في مصر يرفضون هذه السياسة التي يتعاطى بها الاحتلال الصهيوني برفض إخلاء ممر فيلادلفيا أو معبر رفح. لذلك كل ما يهم الشأن الفلسطيني الداخلي هو شأن داخلي فلسطيني نستطيع أن نعالج وندير الحالة الوطنية والسياسية والإنسانية كشعب فلسطيني ومكونات سياسية وطنية فلسطينية كفلسطينيين. لا نريد فرض إملاءات ولا نريد فرض مشاريع علينا هنا أو هناك في أي عنوان من العناوين الأساسية، إن كان لجهة معبر رفح أو أن يكون هناك جهات إقليمية أو دولية تدير المعبر وغيره. لذلك اليوم المسؤولية كبيرة على الجميع، وعلى اليوم على جميع الدول العربية والإسلامية أن تساند الموقف الوطني الفلسطيني حقيقة في مواجهة سياسة التعنت الصهيوني. أشكرك جهاد طه الناطق باسم حركة حماس، شكرا لك.